اعزائي متابعينا الكرام، احنا النهارده في لايف فيديو مميز في محافظه الشرقيه، بالتحديد في مدينه الزقازيق. احنا النهارده موجودين عند ام محمد، ست مكافحه، ست شرقاويه اصيله، موجوده هنا في مدينه الزقازيق، بتبيع الاكلات الشعبيه او الاكلات البلد زي ما بنقول. حاجات بسيطه جدا موجوده هنا في الزقازيق، بتجري هنا على اكل عيشها ولقمه العيش علشان توفر لحياتها عيشة كريمة. فطبعا احنا معانا ام محمد، هنتعرف بيها وهنعرف منزلها ان هي نزلت الشارع امتى، بقالها كام سنة موجودة هنا. اللي احنا عرفناه من كلامنا معاها ان هي موجودة في الشارع هنا بقالها اكتر من 30 سنة. طبعا مفيش حد معاها بيساعدها، هي بتيجي هنا من الساعة 6 الصبح لحد اخر النهار، بتبدأ انها تعمل اكلها المميز الجميل ده، الاكل البسيط اللي الشعب المصري كله بياكله، والناس كمان بتيجي من بره مصر علشان تدوق اكلنا الفلاحي او الاكل البسيط اللي احنا بنفطر بيه. ده فطارنا، فطار الشرق وفطار كل الناس اللي موجودين في مصر. ست مكافحة وست بـ 100 راجل، هنبدأ نتعرف عليها النهارده وهي بتعمل ايه بالظبط. أذاني خلص. يعني زي ما حضرتكم شايفين كده ان الست ام محمد معروفة جدا هنا في مدينة الزقازيق، الناس بتجي لها من كل حتة هنا في الزقازيق، كمان ليها زباينها بيجوا لها علشان سيرتها الطيبة وأكلها المميز. هي بتميز بقلي البطاطس والبتنجان والفلفل والقرنبيط والبيض وجبنة الطماطم والمخلل. هنتعرف بيها وهنعرف أكتر وأكتر عنها، هي بقالها كام سنة موجودة هنا في الشارع، إيه حكايتها وإيه قصتها، ومين اللي ممكن يكون هنا بيساعدها. فطبعا زباينها بيجوا هنا من كل حتة. فطبعا هنكون معانا ام محمد بس لازم نخلص، وهنتعرف بيها وهتحكي لنا كل حاجة بالتفصيل.
شغل منه وهي عندها 16 سنة. ست بتكافح عشان لقمة العيش، الناس بتجيلها من كل حتة عشان خاطر أهلها المميز الجميل. ففي هنا حاجة مميزة جدا، أم محمد موجودة بقالها 35 سنة موجودة هنا في الشارع، بتتميز بأكلها البسيط، الناس بتجيلها من كل حتة زي ما حضرتك شايفين كده، ليها زباينها بيقولها من كل المناطق اللي موجودة هنا في الزقازيق، وفي ناس كمان بتجيلها من بره الزقازيق. نزلت الشارع علشان بتكافح وتساعد زوجها في المصاريف، طبعا ابنها هنا بيساعدها. زي ما احنا شايفين هنا الاكل البسيط بتاعها تتميز بيه، بيجي لها حاله كده من الراحه وانت واقف معايا كده بتتكلم معاك. طبعا انا مش عارفه ان انا اتكلم عشان الصوت هنا يبقى واطي، فدي حاجه مشرفه جدا موجوده في محافظه الشرقيه. تتميز بالصواني بتاعتها دي على حسب الطلب اللي انت بتطلب وتاخد منها. ده كده ب 15 جنيه حتى، الاكل بتاعها بسيط وكمان السعر بتاعها بسيط قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده الاكل بتاعها البسيط الجميل اللي متميز بيه الشارع المصري. هنا ام محمد موجوده في مدينه الزقازيق زي ما انتم شايفين كده، يعني الناس كلها هنا بتحبها قوي. ربنا يبارك في عمرها ويبارك في اولادها ويبارك في رزقها ويديلها طول العمر وتبقى ست كده. دي فعلا الست اللي بميت راجل اللي بتساعد زوجها وعشان تساعد اولادها، يعني حاجه هنا ما شاء الله ربنا يكرمها يا رب العالمين. بتتميز بقى بحاجات مميزه، يعني زي ما انتم شايفين كده بتطلع اسطواني، بقولك الصينيه دي بس ب 15 جنيه، يعني اللي هو لا شيء خالص، يعني حاجه مميزه جدا سعرها بسيط. يا ريت كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي وشافت ام محمد تدعي لها بالبركه والرزق. دي بكام بقى؟ 30. فربنا يكرمها يا رب. الناس بقى بتفطر من عندها هنا، يعني احلى صباح موجود هنا عند الحاجه ام محمد، احلى صباح واحلى اكل. يلا طبق صغير بخمسه. متابعينا الكرام وشكرا جدا ليكم على متابعتنا، وياريت كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تدعي لام محمد كده ربنا يكرمها ويرزقها بالخير دايما، تفضل ست مكافحة وست جميلة وبتساعد زوجها وحاجة مشرفة جدا لبلدها. شكرا جدا متابعينا الكرام، وان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانية كتير. مع السلامة.